وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أشاد المشاركون بالمؤتمر وجلساته، وأشاروا في الوقت ذاته إلى أنه يناقش جميع الملفات التي تهم المستثمرين، بالإضافة إلى كيفية تذليل العقبات أمامهم. المؤتمر منذ أمس وهو في جلسات متتالية في مختلف النواحي، سواء المتعلق بها بالتجارة والصناعة والتجارة الخارجية. امبارح سيادة رئيس مجلس الوزراء طرح ما تم إنجازه على مدى 40 سنة والخطوات اللي تمت والمقارنة بين السنوات وبين اللي تم في 7 سنين الأخيرة، وما تم في بنية أساسية تم إعداد المجتمع المصري والاقتصاد المصري أن يكون مؤهلا لجذب استثمارات من الخارج. كل اللجان دي قعدت تسمع المشاكل من صحبات الشأن، من المستثمر، من القطاع الخاص المصري، ايه مشاكلك، هو بيقول وجهة نظره، وبنسمع منه كمان طب والحل في رأيك ايه، والحكومة حاضرة المناقشات دي على أعلى مستوى، الوزير المختص ومساعدينه ونوابه، وسيادة رئيس الوزراء بيدخل كل لجنة يحضر شوية يستمع ويعلق ويرد على بعض المناقشات.